يا وارد البحر الذي فيه درار توجد، أورد فهذا بحر عابد القادر ابن أحمد. حاجة يأتي ربه يطلبها في الصلاة، لأن الله سبحانه وتعالى حكى لنا عن زكريا قال: فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا إلى آخر الآية المباركة. جاءت كلها هذه انسابت إلينا لنعرف أن أمام الله إذا دخلنا الصلاة، فإذا طلبنا منه شيء تيسر. ثم المولى سبحانه وتعالى علمنا فقال: إياك نعبد وإياك نعبد وإياك نستعين. العبادة هذه تقتضي ثلاثة شروط. تقتضي أن يستشعر الإنسان أنه أمام ملك الملوك حينما يقرا له الفاتحة أو يقول له وجهت وجهي أو يقول له التحيات المباركات الصلوات أو يقول له سبحان ربي الأعلى سبحان ربي العظيم إلى آخر التسبيحات والتحميدات التي في الكتاب. ينبغي له أن يستشعر، والاستشعار هذا استشعار له يضرب نفسه ويقدر نفسه أمام ملك من الملوك. هذا يقيله بيتهيأ للملك في مجلسه، بيرتب الكلام وبيتهيأ له في كلامه، بيرتب الكلام وبيجعلها كلها جلسة فيها أشياء مرتبة ما فيها شيء يزيد ولا ينقص. بهذا الله إذا دخل العبد في الصلاة ينبغي أن يبديه كما أحد من الملوك الذين يهابهم، يكلموا بكلام في شيء من التعظيم في شيء لا، لأن الله سبحانه وتعالى قال لموسى في معرض التعليم لنا قال له: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. إذا كنت ذاكر إذا ما تذاكر ما تقيم الصلاة على وقتها. إذا فرغت نفسك من شواغلك الدنيوية تعال جي وأقم الصلاة. ولهذا قال الإمام الغزالي رحمه الله أن واحد من بني إسرائيل جاء إلى موسى وقالوا: يا موسى، قالوا: يا بيت، قالوا: بغيت تعلمنا اسم الله العظم؟ قال: يمكن؟ قالوا: يمكن. علموا اسم الله العظم، ولما علموا اسم الله العظم أخذ موسى يدعي باسم، أخذ الإسرائيلي هذا يدعو الله باسمه الأعظم، ومرت عليه 17 سنة أو 7 سنوات وهو ما يستجاب له. جاء لموسى رجع له قالوا: يا موسى، قالوا: لبيك، قالوا: 7 سنين ولا ندري الله بالاسم هذا، أظنك ما أعطيتنا اسم الله العظيم. قالوا: كلم ربك. رجع موسى وكلم ربه قالوا: عبدك فلان يدعوك باسمك الأعظم 7 سنين ما استجبت له، وأنا عبد قاسي لو دعاني مرة واحدة لاستجبت له. قال موسى: إن هذا يدعوني وقلبه عند غنم، ولو دعاني مرة واحدة وقلبه معه لأجب. عرفنا نحن أن الصلاة حتى تمشي في مكانها، لا لأنها نصلي بالغفلة، وعلامة الغفلة أن الإنسان إذا وجد الإمام لا يركع ولا ركعت خلي يخب، ما ينبغي له أن يخب إذا هو يحرم بيضاء بالرب. ائتوها وأنتم تمشون، لا تأتونها وأنتم تسعون، يعني تحبون فيها. وقال في الحديث الثاني: فما فاتكم فأتموا وما أدركتم فصلوا. ينبغي للإنسان أن يكون معها كذلك مع الصلاة مثل هذه الأشياء. ثم الصلاة هي المفتاح لما يفتح به العبد لربه فيقابل بربه، هي الصلاة نفسها. لا، لأن الصلاة كما ذكرنا لكم إنها مفتاح فيما بين العبد وحضرة، يدخل العبد فيها على ربه، وإذا دخل على ربه وطلب شيء فيها أعطاه إياه. والمولى ما طلب قال لنا طلب واحد، لا، قال إذا طلبت أي شيء، فإذا طلبت بأي شيء كبير أو صغير جليل أو عظيم يجي يطلبه مني، إياك نعبد وإياك نستعين، يطلب
منه ويعرفه انه عبده فقط. فينبغي دائما للانسان ان لا يصلي الا وهو حاضر الكلب حتى الدعاء. سئل الأيدروس الاكبر عبد الله بن بوبكر، جاء واحد قال له هل اسم الله الاعظم؟ قد يقول الله، قد يقول ايه الكرسي، قد يقول لا اله الله لا اله الا هو الحي القيوم، قد يقول اوائل السور مختلفين فيها. قال اسم الله الاعظم ان تحضر الله وتطلب. اذا وجهت القبله بقلبك وقلبك كله معك في تلك اللحظه وطلبت شيء من مولاك استجيب لك، ما في ذلك. ولكنها غفله شامله.